لتفاصيل أكثر عن قناة جي 7 برايم ينضم إلينا عبر سكايب شريف عبد الرحمن مؤسس القناة. مساء الخير شريف وألف مبروك على الجائزة. مساء النور وربنا يبارك فيكي وبشكرك شكرا جزيلا. احنا سعداء بك معنا في شير لتخبرنا أكثر عن تجربتك مع اليوتيوب إلى أن وصلت لجائزة الدرع الفضي، كيف كان وقع الخبر عليك وما هي خططك بعد هذه الجائزة؟ والله هي البداية دايما بتبقى صعبة وطبيعي ان كل بداية بتكون صعبة. البداية بتبقى يعني الواحد بيبدأ القناة على اليوتيوب بإمكانيات بسيطة جدا، بكاميرا بسيطة وبإعدادات بسيطة، وبيحاول ان هو يوصل المحتوى بقدر ما يستطيع، ولكن واحدة واحدة كده ربنا بيكرم وبيسعى ان هو يطور القناة بتاعته لحد ما ربنا يكرم. ما هي أبرز للجائزة؟ فهي الجائزة مش مفاجأة، هي الجائزة اليوتيوب بتبعتها لأي قناة سواء تقنية أو غيرها بتوصل لمئة ألف متابع. فبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من علي ببذل مجهود كبير والحمد لله وصلت إن أنا أوصل للمئة ألف متابع، وعندها يوتيوب بعتت لي الدرع. كم من الوقت استغرقت لتصل لهذا الرقم من المتابعين؟ الحقيقة القنوات التقنية في مصر بتاخد يعني وقت طويل شوية، بعكس القنوات الفكاهية، القنوات بتاعت الأغاني، الحاجات دي. فحوالي أنا بدأت القناة بتاعتي في 2013 ووصلني الدرع في 2017، يعني أربع سنين احتجتهم علشان أوصل لمئة ألف متابع. رائع جدا، مبروك شريف. شريف، ما هي أو ما هو أبرز تحدي كان عليك أن تتخطاه لتصل لهذا النجاح على اليوتيوب؟ والله أبرز تحدي الإمكانيات المادية، لأن لما الواحد بيبدأ القناة بتاعته بيبدأ وهو صفر، يعني معهوش ولا مليم، لكن ثقته ويقينه بالله سبحانه وتعالى وإن هو يوما ما إن شاء الله إذا بذل مجهود يحترم أكيد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عمله. فكان أنا كنت على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يوما ما إن شاء الله رب العالمين هيكرمني. فكان التحدي الحقيقي إن أنا أحصل على الأجهزة أو أجهزة موبايلات أقدر إن أنا أنمي بيها محتوى القناة بتاعي. ما ينفعش إن أنا أفضل، أنا أول ما بدأت القناة بدأت إن أنا أقدم برامج وشروحات البرامج والكلام ده، فما كانش ينفع ابدا ان انا استمر على نفس النهج ده، المفروض ان انا يفضل الامر يعني يزيد يتطور، وابدا ان انا احط اشرح عن موبايلات استخدمتها واعمل عنها مراجعات والكلام ده. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني وبدات الشركات تتواصل معايا شركه، وواحده واحده بدا المحتوى يزيد والموبايلات، عدد الموبايلات اللي الشركات بتبعتها يزيد، فمنها بقى وصلنا للي احنا وصلنا له الحمد لله دلوقتي. رائع الله. رائع جدا، وقصة مؤثرة وفيها أمل يعني للآخرين، تعطي دفعة وحماس. شريف، هو موقف غريب جدا أن تجتمع شركات الهواتف على أن قناتكم هي قناة فعلا محايدة، فهل هذا صحيح؟ هل تشعر أنك ربما في يوم من الأيام انحست بعض الشيء لهاتف دون الآخرين؟ والله يعني الحقيقة ده أمر كان مهم جدا إن أنا أعرضه للمتابعين. المتابعين دايما لما باجي أتكلم على أي تليفون أيا كان الماركة بتاعته لازم ألاقي رأيين مختلفين. الرأي اللي بيحب الشركة، يا سلام ده أنت رأيك جميل جدا وممتاز لو كنت قلت على التليفون ده كويس، لكن لو كنت قلت على التليفون وحش يبقى برضو محب الشركة هم أكتر ناس هيهاجموني ويقولوا لي إنك ظلمت التليفون وإنك ما يعني ما بتعرفش تشرح او ما بتعرفش تتكلم عنه ويعني الى اخر الهجوم. الفريق الثاني العكس بقى، لو هم فريق ما بيحبش الشركه دي ولا تليفوناتها وبيحبوا تليفونات لشركات تانية، على سبيل المثال يعني خلينا نتكلم بشكل عام، محبي نظام اي او اس واجهزه ايفون ضد محبي اجهزه اندرويد بكل الشركات بتاعتها. لو انا شرحت او قلت رايي على اجهزه اي او اس او ايفون مثلا، زي ما انا نزلت فيديو عن ايفون اكس او ايفون 10 اخر حاجه، الاقي مثلا مستخدمي الاي او اس يقولوا لي انت ما مش عارف. نعم، حاجه الامر شائك جدا. نعم الامر شائك جدا بالفعل. شريف، انت ايضا او قناه جيب
7 برايم كانت أول قناة تحصل حصرياً على أخبار وتصريحات عن الهاتف المصري سيكو 9 إكس، فما رأيك أن تحدثنا أكثر وتعرفنا على هذا الجهاز؟ والله هي دي كانت طفرة صراحة، إن كنت أول حد استخدم التليفون ده بعد رئيس الجمهورية. التليفون ده تم الإعلان عنه في معرض آي سي تي، وقتها وزير الاتصالات أهدى أول نسخة من التليفون المصري لرئيس الجمهورية. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن الشركة تواصلت معايا علشان أكون أنا تاني واحد يحصل على التليفون ويجربه الفترة، وبعد كده يقدر ان هو يصور فيديو ويعمل مراجعه عنه، لدرجه ان الصوره اللي انتوا عرضتوها على الشاشه دلوقتي، الصوره دي تقريبا هي اللي محطوطه في كل الجرايد وكل الاخبار اللي بتتكلم على التليفون ده، لان قبل الفيديو بتاعي ما كانش في اي صوره للموبايل ده، فكانت الفيديو بتاعي والصوره بتاعه الثامب نيل بتاع الفيديو نفسها هي الحدث الاكبر بالنسبه لغالبيه الصحفيين اللي حبوا ان هم يكتبوا اخبار عن الماين اكس. فالحقيقه ده يعني امر يسعدني جدا جدا رائع، الشركه رائع المصريه جدا. لما ونحن فكرت. نشكرك بدورنا شريف عبد الرحمن مؤسس قناه جي برايم جي 7 برايم لوجودك معنا في شير اليوم. شكرا.